أحمد أول شيء مبروك، اليوم عملتوا جريت بيرفورمنس خصوصي بالثانية، طلعتوا على الهومنتمن وقدرتوا تكملوا بهالاي، وما بس هيك كمان لأنه كان عندكم فاول ترابل سوسا ما أثر هيدا على الجيم اليوم، شو بتخبرنا؟ أول شيء بدي أقول لكم هارد لك لإلكم، وهيدا الربح بهديكم إياه لإلكم إن شاء الله. ليكي لما نحن اليوم كان ظهرنا للحيط 2-0 صعب كثير، وعم نلعب برات أرضنا بنخسر بصير 3-0 تقريبا، بصير 90% بطل لبنان. فنحن اليوم جينا مصممين انه نلعب بطريقه مغايره عن اول مباريتين، لعبنا دفاع رائع، هذه ثاني رابع مره على الهومنت من عرضهم ما بيوصلوا لل 70 نقطه، هذا كله على الديفنس، الشباب قاتلوا. اكيد حساباتنا تغيرت بعد ما سوسا عمل الفاول الثالث، بس امير ستيب اب ولعب ببوزيشن منه بوزيشن تبعه، وجاء عبد النور اليوم شابوبا قدر يشيل جالوي من الجيم، وهذا الشيء سمح لنا نتقدم ونسكر الجاب اللي كانت اول شيء ونربح الجيم. بعتقد سيطرنا على الريباوند، هذا كان اهم شيء وكان الاكس فاكتور انه ربحنا هذه المباراه. هلا بيرجعوا لعنا على المناره وان شاء الله السري بدها تصير 2-2. ثانك يو كوتش.